بخصوص حتى حديث السلام عليك يا محمد. واحد يقول لي طبعا العلماء لم يتنبهوا إلى أن هذا الحديث المخرج في الصحاح يعكر على مسألة وجوب قتل من سب النبي، تنبهوا ولكن للأسف تمحلوا، بعد أن تنبهوا ذهبوا يتمحلون لعل ولعل. فمن قائل كما ذكر الإمام عياض رحمة الله عليه في الشفاء، قال فمن قائل لعله عليه الصلاة وأفضل السلام، لعله عليه الصلاة وأفضل السلام لم يقررهم، وهم لم يقروا بهذا، لم يقروا بأنهم سبوا، قالوا لا أنكرنا، يعني أنكروا. طب في الحقيقة هل ثبت في الحديث أن النبي قررهم؟ هل قررهم وقال لهم ماذا قلتم؟ هل قلتم الموت عليك يا محمد، السلام عليك كما سمعت أم المؤمنين؟ لم يقررهم، وهو عالم أنهم سبوا، بدأ أنه قال وعليكم، وقال لعائشة أنا اكتفيت أن قلت عليكم، يعني الموت علي وعليكم فقط، هو سمع ولكنه لم يقررهم. لو كانت هذه جناية يؤخذ بها جنيها وعقوبتها الموت لوجب ماذا؟ أن يقررهم، لوجب أن لكنه لم يفعل. النبي كما قلنا هذا هو النبي صاحب إيه؟ الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، قولوا ما تشاءون. قال الإمام عياض رحمة الله تعالى عليه وهم لووا ألسنتهم بالكلمة ولم يصرحوا، ولكن النبي فهم وعائشة فهمت مباشرة، وهي لفظة فصيحة مفهومة عند إيه؟ العربي. فإيش قيمة هذا الجواب؟ إيش قيمة هذا إيه؟ الجواب أعجب جواب وهو أضعف هذه الجوابات، قال لعله عليه الصلاة وأفضل، شوف لعله ولعل تمحلات، بدل أن يقولوا هذا هدي النبي المتسق مع كتاب الله لا يقتل، بل حتى هيو لم يثرب لم ينكر لم يتكلم في حق إيه من سبه في وجهه. هذا هو النبي، هذا نبي القرآن، مش نبي الأسانيد عثمان الشحام وعكرمة البربري وفلان وعلان وهيان بن بيان، لا لا، هذا نبي القرآن، هذا نبي الذي إيه نؤمن أنه كان كذلك عليه الصلاة وأفضل السلام. أوهى الجوابات وأضعفها هو قول إيه؟ قول القائل لعل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فهم من هذا أنهم دعوا عليه بما لا بد منه، شوف شوف التكلف وين، وهو الموت، يعني ما عملوش إثم عظيم، قالوا إن شاء الله بتموت، استغفر الله العظيم اللهم غفرا، ولابد أن يموت يعني، يا سلام، يعني يعني الآن لو جاء إنسان ودعا على إنسان آخر عادي بالموت يكون لم يأتي شيئا يعني، أو قال قطع الله إيه كذا حياته، أفنى الله عمره، اخترم الله أجله، أماته الله، بيكون شيء عادي يعني، هذا هذا مش شيء عادي في حق إنسان عادي، فمستحيل أن يكون إيه حقا في حق رسول الله أفضل الخلق. قال يعني النبي فهم شيء غريب جدا أنهم لكن الجميل أنهم دعوا عليه بما لا بد منه وهو الموت، ولا بد من الموت فعادي يعني، شيء غريب، تخيلوا هذه جوابات. لكن اللطيف أن العلماء أدركوا الحرج الذي أوقعتهم فيه هذه الرواية. الآن بالله عليكم حين تسمعون، مش لأنه هذه الرواية في الصحيحين في البخاري ومسلم، ورواية عكرمة في أبي داود والنسائي والدارقطني فيها المشاكل اللي شفناها التفرد، لا لا لا، افترض أن الاثنتين في الصحيحين، هذه في الصحيحين وهذه في الصحيحين، القلب المؤمن القلب المشبع بالقرآن وبهوى القرآن الكريم يرتاح إلى أي الروايتين. أنا أقول لكم الناس لا يقبلون، أنا مرة هنا على المنبر وكنت منبه سنوات، وإن شاء الله إن شاء الله أزعم يعني أن عندي صدرا واسعا مع أحبابي وإخواني وجماعتي، يعني بشوف الغلط مرة ومرتين والله، وسنة وسنتين بضل ساكت، أقسم بالله واضح في المسجد، ودائما نقول يا إخوان قبل الجمعة سكروا التليفون، يا إخوان خلوه يعصى الصامت، يا إخوان في الجمعة الثانية مباشرة بديت أخطب تن 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 وما عارف شو سكر الوقت، قلت له كمان مش عارف تسكره، ونزلوا لك مشاكل، شوف أدب عدنان إبراهيم مع جماعته، شوف عملوها قصة كبيرة. على كل حال عندهم بعض الحق، عندهم الناس لا يحبون في خلائق العباد، في خلائق الناس، وخاصة انتبهوا حين تكون يعني إيه مميزة عن الناس بشيء، يعني هذا رسول وأنت خطيب والناس تستمع إليك يعني، لا يحبون في خلائق إيه بعضهم البعض من يعني يضيق صدره ولو قليلا، يعني ايش فيها عادي، كان ممكن تصبر انت، خليه يرن التليفون ويشوش على التسجيل وعليك يعني عادي، لماذا يعني غضبت شوي وقلت ومش عارف يسكره يعني، وكأنك اتيت شيئا ادى. فانا بقول لكم الفطره تقبل، تقبل ان النبي اخلاقه هي اخلاق ماذا؟ الصفح والاغضاء والمسامحه، هذا النبي، هذا مش عدنان وعثمان وزيدان، هذا النبي
وطبعا تنفر من أن ينسب إليه أنه يضيق صدره ويغضب جدا إذا بلغه إيه شتيمته أو سبه ويأمر بالقتل. اقتلوا من فعل هذا من رجال ونساء، امرأة اقتلوها، رجل اقتلوه، أي واحد، حاشا لله أبدا. وأنا أقول لكم سيكولوجيا وأختم بهذا، نفسيا نفسيا لا يفعل هذا إنسان ملآن بالثقة بنفسه وبربه. دائما أنت تخشى من؟ تخشى من؟ أنت الآن وتمشي في الشارع ونفترض أنك متنرفز وعندك مشكلة إيه في البيت، ويعني زي ما بيقولوا إيه بتشوف إيه شياطين أمامك، تميل إلى أن تعارك من؟ إنسان واضح أنه قوي ورياضي، واضح أنه بطل، بطل رياضي يعني. ولا إنسان عادي لو أنا مكانك، لا رياضي، أنا ممكن أتفلسف على الرياضي هذا، أعلم أن ثقته بنفسه وبعرف يستعلوك يعني كل إيه بضربة واحدة بيحطم أضلوعي، ولا مش صحيح؟ هذا سيسامح وحيطلع لي من فوق هيك ويضحك ويقول روح العب برا يا ياسر. مش مين أنت؟ مش شايفني كيف أنا؟ لكن لو واحد زيك أو واحد ضعيف لا تأمن والله، لو معاه مناشطر سكين مباشرة يضربك، وما تخافش إلا من ضربة الجبل لأنه خايف، ولا مش صحيح؟ المرأة يقال حين يعتدى عليها وعندها مسدس تفرغه في الضحية، أنا خايف جدا هي وتخاف أن يقوم من الموت كمان يرجع لها يعني. فالرسول لا، الرسول ملآن ثقة بنفسه بفضل الله تبارك وتعالى، ويعلم مش فقط أن يسبوا، هم كفروا به وتألبوا عليه، وكان عارف أن الله يعصمه منهم وينصره عليهم وسيفتح عليه، وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعدين النبي يا إخواني عرج به إلى ما فوق السماوات السبع الطباق، ورأى من آيات الله ما رأى، بده يضيق صدره أن واحد سب وواحد تنقص أبدا والله، كما قلنا قرآنيا وكان يدعو لهم ويبكي عليهم ويحزن لأجلهم، لا يأمر بقط رؤوسهم كما أرادوا أن يفهمون. وصنفوا المصنفات في هذا، أنا أقول لكم للأسف الشديد الصار المسلول وغير الصار المسلول هذا تراث، أراد أن أكيد أكيد النية حسنة، أراد أن يحسن رسول الله ويعظم جنابه الشريف عليه الصلاة، ولكن في نهاية المطاف بالمآلات هو أساء إليه وأعطى صورة غير حميدة وغير محببة، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم، والسلام عليكم ورحمة الله.